علق كشف بأن اتحاد العاصمة تعرض لخيانة من شخصين مقربين من الفريق سنة 2017 وأنه يملك الوثائق الرسمية لفضحه. نقولها ونعاودها، كاين الناس اللي خدعوا الفريق ويجي نهار ونسميهم، باسكو الناس هادو راحوا بعيد، راحوا بعيد. في العدالة 2017 ربحنا البروسي تاعنا مع لونتربريز، الناس اللي سوا ديزون قراب الفريق وماشي كاع، كان زوج من الناس خدعوا الاخر، خدعوا التاريخ تاع الاتحاد العاصمة. الناس هذو ما خدموا معاك من قبل؟ جامي كانوا في المكتب الاداري تاعنا، فهمت؟ ما كانوش في المكتب، مي يجي نهار وين نهضر عليهم، باسكو عندي وثائق رسميه، باسكو تبقى مكتوب عليهم هذه في التاريخ تاع لو سما، تقول باللي هذا القرار ما يخدمش في فائده فريق اتحاد العاصمه، عار وعيب كبير.